إنها 7:30 مساء بتوقيت العاصمة بيروت، نحييكم إلى مسائية المستقبل ونبدأها بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير. في عناوين المسائية: استئناف مشاورات تشكيل الحكومة، الحريري يستقبل باسيل، وحديث عن أفكار عدة قابلة للنقاش. فورا تحسنت أسعار اليورو بونز بالأسواق، هي موجودة بلندن. بعد القمة العربية التنموية، جرعة دعم تتلقاها سوق سندات الحكومة اللبنانية. غارات هي الأعنف على فيلق القدس في سوريا، وإسرائيل تعلن الدخول في مواجهة مفتوحة مع إيران. يا الله، مش وقتك دعيدة لسميرة هلأ. خلص رح جيب لها الجزدين. تانت وداد، اشتري ببطاقة بلوم بس ادفعي بالنقط يلي مجمعتيهم. بس تشتري غراض من الانترنت فيكي ما تستعملي مصرياتك، بتقدري عبر الإبلوم تحصل على الغراض اللي بدك ياهن من خلال الجولدن بوينتس اللي مجمعتيهم. خي بيضنا وجهنا مع سميرة وما دفعنا ولا ليرة. إبلوم، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. انتهاء أعمال القمة العربية التنموية ترك المجال لقراءات في نتائجها وانعكاساتها على الوضعين السياسي والاقتصادي في ضوء الالتباسات التي سبقتها وما أعقبها من مواقف. أما ملامح التركيز على المرحلة التي ستعقب انتهاء القمة فتبدو في انطلاق الجودة الجديدة من المشاورات لتأليف الحكومة. فلقاء بيت الوسط اليوم بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يأتي في هذا السياق، على أن يواصل الرئيس المكلف جولة المشاورات على مدى اليومين المقبلين. وفي تداعيات القمة العربية التنموية، ما كشفه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها ب 500 مليون دولار أمريكي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني. ووفق الخبراء الاقتصاديين فإن هذه المبادرة ستنعكس إيجابا على سعر السندات الحكومية اللبنانية ما يزيد من النقد الأجنبي في المصرف المركزي ويدعم الاقتصاد. إقليميا، مزيد من الغارات الإسرائيلية على أهداف إيرانية في الداخل السوري فجرا، فيما كشفت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الإسرائيلي وجه 3 ضربات داخل الأراضي السورية. البداية من الملف الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل. باسيل قال بعد اللقاء إن هناك عدة أفكار يتم البحث بها وجميعها قابلة للنقاش، مضيفا أن الرئيس الحريري أبدى موافقته على أكثر من فكرة، وهناك إمكانية حقيقية للعمل كي تتشكل الحكومة في حال كانت هناك نوايا لذلك. ولفت وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال إلى أن الرئيس الحريري سيجري الاتصالات اللازمة في اليومين المقبلين لمتابعة الموضوع. إذن بعد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تأثيرات إيجابية لإعلان قطر نيتها شراء سندات حكومية بنصف مليار دولار أمريكي. التقرير لباسل الخطيب. جرعة من الدعم الإيجابي ستتلقاها سوق سندات اليوروبوند التي تعرضت لخسائر في 10 من كانون الثاني الجاري، وذلك بعد أن أعلنت قطر مؤخرا عن عزمها الاستثمار في سندات الحكومة اللبنانية دعما للاقتصاد اللبناني. النائب الأسبق لحاكم مصرف لبنان دكتور غسان عياش رأى أن العملية تشكل مبادرة حسن نية تجاه لبنان ودعما للسندات التي تعرضت لخسائر منذ حوالي الأسبوعين. نحن يعني أمام مبادرة طبعا لازم نعرفها بحدودها، إنما إيجابيتها أولا أنه فورا تحسنت أسعار اليورو بونز بالأسواق، هي موجودة بلندن. وثانيا، إذا كان اشتريت قطر هالسندات من محفظة مصرف لبنان، يعني مصرف لبنان رح ينقص عنده اليورو بونز اللي حامله وبيزيد الكاش،
النقد الأجنبي، وبالتالي نوعية الموجودات تحسنت. عياش شدد على وجوب الإسراع بتأليف الحكومة للوصول إلى حل لكافة مشاكل لبنان الاقتصادية والمالية. ما فينا غير نقول مشكورة دولة قطر على هالمبادرة، إنما لازم نعرف أنه هالمبادرات من قطر أو من غيرها أو من المملكة العربية السعودية شو ما كانت ما بتحللنا مشاكلنا. نحن حل المشاكل عنا بيتم عن طريق الأمور اللي بدنا نقوم فيها كلبنانيين. يعني هلأ مفروض تتشكل حكومة بأسرع وقت ممكن، وهالحكومة يكون عندها برنامج موثوق ومتفق عليه لتخفيض نسبة الدين العام إلى حجم الاقتصاد. يذكر أن إعلان قطر عن نيتها شراء نصف مليار دولار في سندات الحكومة اللبنانية جاء عقب لقاء جمع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بالرئيس ميشيل عون، وذلك أثناء زيارة الأمير على رأس وفد دولة قطر في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت. إلى ذلك، أكد مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالة أن رئيس الجمهورية ميشيل عون سيتابع تنفيذ قرارات القمة، وأن لجانا متخصصة ستعمل تحت إشرافه لهذه الغاية، معتبرا أن لبنان نجح في تحقيق هدفه ببيان مستقل حول أزمة النازحين واللاجئين. مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز اعتبرت أن عدم اقتصار دعوة الرئيس الرحيل للطائفة التوحيدية إلى القمة العربية التنموية يمثل مخالفة للدستور. مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يرد. أكد بيان صادر عن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز أن ما حصل في القمة العربية الاقتصادية لناحية تخطي الأعراف والتقاليد ومبادئ العمل البروتوكولي عبر عدم اقتصار الدعوة إلى جلسة القمة على الرئيس الرحيل للطائفة التوحيدية حصرا، إنما يشكل انتهاكا فاضحا للقيم والمفاهيم الوطنية، ويمثل مخالفة صارخة للدستور والقوانين والأنظمة، ويعد تدخلا مشبوها في الشؤون الخاصة بطائفة الموحدين الدروز. وفي البيان أن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز تؤكد أن ما حصل من خلل خطير يستدعي التصويب بشكل حازم، وتضع الأمر برمته برسم رئيس الجمهورية الذي تقع على عاتقه مهمة احترام وصون الدستور وتطبيق القوانين واحترام خصوصيات النسيج الروحي الذي يتشكل منه لبنان. من جهته أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا قال فيه إنه وتوضيحا للبيان الذي صدر عن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز يهم مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن يؤكد أن دعوة أي شخصية دينية أو غير دينية إلى احتفال رسمي لا يعني بأي شكل من الأشكال انتهاك رئاسة الجمهورية للقيم والمفاهيم الوطنية، ولا يمثل مخالفة للدستور والقوانين والأنظمة. أضاف البيان إن رئاسة الجمهورية حريصة على احترام الدستور وصونه وتطبيق القوانين بقدر حرصها على وحدة الطوائف اللبنانية واحترام مرجعياتها وتمثيلها في الاحتفالات والمناسبات الرسمية. ردا على كلام النائب هاني قبيسي حول التأخير في تشكيل الحكومة، قال النائب سامي فتفت: مع كل احترامنا للنائب الصديق هاني قبيسي، ولكن ليس من عمل سبعة أشهر من عمل سبعة أشهر ليل نهار للوصول إلى حكومة وفاق وطني هو غير المبالي، بل من يعمل على عرقلة ولادة الحكومة ويختلق الأعذار لتعطيل مسار الدولة ولا يبالي بعلاقات لبنان العربية، ويستخدم الشارع سلاحا للضغط السياسي وتعطيل دور المؤسسات. وشدد فتفت على أن التعمية لا تفيد والقنابل الدخانية لا تحجب رؤية اللبنانيين الثاقبة لكل ما جرى ويجري. ضبطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حوالي 70 كيلوغراما من مادة الكوكايين بعد دخولها إلى لبنان عبر مرفأ بيروت. في المعلومات الخاصة لتلفزيون المستقبل فإن العملية النوعية أتت بعد متابعة طويلة الأمد، وأنه تم إخفاء الكوكايين بطريقة محترفة داخل سيارة مستوردة من إحدى الدول الأوروبية بعيد خروجها من المرفأ. غارات هي الأعنف لمقاتلات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية استهدفت مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وقوات النظام في وقت أكدت إسرائيل أنها دخلت في مواجهة عنيفة مع إيران، وبأن حزب الله يفتح جبهة أخرى في مرتفعات الجولان. للمرة الثانية خلال 24 ساعة شنت إسرائيل الهجوم الأعنف على سوريا مستهدفة مواقع عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني. مركز التحكم العسكري الروسي في سوريا أعلن أن الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي في دمشق أسفرت عن مقتل 4 جنود سوريين،
وأكد المركز أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 30 صاروخا وقنبلة موجهة أطلقتها قوات الاحتلال، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن الغارات أدت إلى مقتل 11 شخصا. أما جيش الاحتلال فأفاد أن طائراته استهدفت مواقع لتخزين وسائل قتالية إيرانية، بينها مستودع في مطار دمشق الدولي ومركز استخبارات وقاعدة تدريب عسكرية، وكان على خط اتصال ساخن مع روسيا. وأعلن جيش الاحتلال أن إيرانيين أطلقوا الأحد صاروخا من منطقة دمشق صوب شمال هضبة الجولان، وأوضح أن الصاروخ إيراني الصنع وكان يستهدف مدنيين وعسكريين إسرائيليين. وفي تعليق له على الأحداث الأمنية، حذر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إيران قائلا: من يهددون بتدميرنا، معتبرا أن الضربة الجوية الإسرائيلية استهدفت كل من إيران والنظام السوري. وفيما أعلن وزير الاستيعاب الإسرائيلي أن إسرائيل لن تسمح بتأسيس جيش إيراني في سوريا ولا يمكن السماح لحزب الله بفتح جبهة أخرى في مرتفعات الجولان، قال وزير الاستخبارات والنقل الإسرائيلي أن قوات الاحتلال دخلت في مواجهة علنية ومفتوحة مع إيران ولن تسمح لها بتثبيت وجودها في سوريا. أما إيران فردت عبر قائد سلاح الجو الإيراني الذي قال أن بلاده ستضع حدا لهجمات الجيش الإسرائيلي على سوريا وقواته مستعدة للحرب التي ستؤدي إلى تدمير إسرائيل. إلى ذلك، وصل الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية وحلق اليوم بكثافة فوق مدينة صيدا وعلى علو متوسط منفذا غارات وهمية، كما حلق فوق قرى إقليم التفاح وصولا إلى البقاع الغربي. وعلى الأرض وصلت قوات الاحتلال أعمال بناء الجدار العازل في المنطقة المتنازع عليها. استأنفت قوات العدو الإسرائيلي صباح الاثنين أعمال الحفر وتركيب البلوكات الإسمنتية على الحدود الجنوبية في نقاط مختلفة. ففي خراج بلدة العديسي استأنفت أعمالها الإنشائية في المنطقة المتحفظ عليها لبنانيا باعتبارها محتلة عند نقطة المحافر، في ظل انتشار لعناصر من جيش العدو الإسرائيلي في محيط الأعمال، يقابله من الجهة اللبنانية استنفار للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. ومقابل وادي هونين المشرف على بلدة مركبة، استأنفت 3 آليات لجيش العدو الإسرائيلي نوع بوكلين أعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني بحماية عدد من الآليات المدنية والعسكرية المتمركزة في محيط الأعمال. أما في كفركلة فتابع العدو تركيب سياج حديدي فوق الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة. تتابعون في النشرة بعد الفاصل. تفجير ثان يستهدف القوات الأمريكية في سوريا في أقل من أسبوع. جريفيث يسعى لإنقاذ اتفاق السويد وممارسات الحوثي مستمرة. أهلا بكم من جديد. أكد التحالف الدولي عدم إصابة أي جندي أمريكي في التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجزا بمدخل بلدة أشدادي بريف الحسكة الجنوبي شمال شرق سوريا. كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن جرح جنديين أمريكيين ومقتل 8 أكراد من مرافقيهم في تفجير انتحاري آخر استهدف رتلا أمريكيا بمواكبة كردية شمال شرق سوريا. وقال المرصد أن انتحاريا اقتحم الرتل الأمريكي الكردي بسيارة مفخخة في منطقة أشدادي بالقرب من الحسكة، قد تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم. يجري المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن محادثات في موسكو لمتابعة البحث في الأزمة السورية. بيدرسن شدد خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 في أي محادثات سياسية تدور بشأن سوريا، وذلك لضمان عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي. اتفق الرئيس دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على العمل من أجل التوصل إلى حل يلبي الاحتياجات الأمنية للبلدين عبر التفاوض بشأن الأوضاع في شمال شرقي سوريا. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز أن ترامب شدد خلال اتصال هاتفي مع أردوغان على أهمية هزيمة العناصر الإرهابية في سوريا. أردوغان من جهته قال إن بلاده مستعدة لتولي الأمن في منبج السورية من دون أي تأخير، وفقا لبيان الرئاسة التركية. في اليمن محاولة جديدة للمبعوث الأممي لإنقاذ اتفاق السويد وتدمير الحوثي لليمن يصل إلى مكتبة زبيد التاريخية.
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء لإجراء مزيد من المباحثات حول تنفيذ اتفاق السويد، لا سيما اتفاق تبادل الأسرى المتعثر، إضافة إلى بحث الوضع في مدينة الحديدة وامتناع الحوثيين عن الانسحاب منها. من جهته أعلن وزير الأعلام اليمني معمر الأرياني أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تدفع باتجاه إفشال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وتحديدا فيما يخص الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئها. ميدانيا لقي عدد من الميليشيا الانقلابية مصرعهم في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني على مواقع في جبهة الشامية شمال غرب محافظة صعدة، واستهدفت مدفعية الجيش غرفة عمليات للميليشيات في محيط جبل القراد الاستراتيجي في خلال اجتماع كان يضم عددا من القيادات الميدانية. وفي شأن يمني آخر، دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الانتهاك الحوثي الخطير المتمثل بإقدام الميليشيات الموالية لإيران على نهب المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية من مكتبة زبيد غرب اليمن. وقالت وكالة الأنباء اليمنية أن ميليشيات الحوثي لم تكتفي بنهب الكتب والمخطوطات الأثرية التي تحتوي على تاريخ وحضارة المدينة التاريخية، بل قامت بنهب ممتلكات المكتبة، وتوثق المخطوطات والكتب المنهوبة لتاريخ المدينة التي كانت عاصمة لليمن من القرن 13 إلى القرن 15، وتمثل موقعا تاريخيا وأثريا كبيرا على مستوى الوطن العربي. فيما يتوقع أن تشهد العاصمة الخرطوم وأم درمان تظاهرات عدة اليوم، هددت المعارضة السودانية بمسار جديد للتظاهرات. دعا اتحاد المهنيين السودانيين الذي يقود الحركة الاحتجاجية إلى تحركات جديدة على مدى الأيام المقبلة. أشار بيان المعارضة إلى أن الخميس المقبل سيشهد مسارا جديدا للثورة بمشاركة كل مدن وقرى السودان في التظاهرات والمواقف. ألغت برلين تصريح التشغيل الخاص بشركة مانير الجوية الإيرانية في ألمانيا، وأوضح مصدر حكومي أن القرار يعود لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية. وتشتبه الحكومة في أن هذه الشركة المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية تستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية. كذلك أشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن مكتب الطيران الألماني سيعلق العمل بتصريح عمل شركة ماهانير الإيرانية، والتي تقوم بثلاث رحلات أسبوعية إلى ألمانيا. أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مواصلتها التفاوض مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى خطة لخروج بريطانيا ترضي البرلمان البريطاني، طالبة دعم مجلس العموم لعقد الصفقة مع الأوروبيين. ورفضت ماي الدعوات لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها ستمضي قدما في الجهود الرامية إلى الحصول على مشروع قانون الانفصال. ولفتت إلى أنها ستجري المزيد من المحادثات مع مشرعي الحكومة والمعارضة بشأن مخاوفهم قبل العودة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي. من جهته قال رئيس حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن أن خطة الخروج لا يمكن الموافقة عليها في البرلمان. هددت روسيا بإجراءات انتقامية ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من المواطنين الروس، متهمين بتسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا العام الماضي. وشددت الخارجية الروسية على أنها تحتفظ بحق الرد واتخاذ إجراءات انتقامية فيما يتعلق بهذا العمل العدائي، فيما اعتبرت أن هذه العقوبات لا مبرر لها، مضيفة أن الاتهامات بحق المواطنين الروس لا تصمد أمام الانتقادات. بعد الفاصل تتابعون. توزيع مساعدات على اللاجئين السوريين في البقاع. العالم يشهد ظاهرة قمر الذئب الدموي. مجددا نحييكم. رعى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حفل افتتاح مقر السفارة العمانية في لبنان بمنطقة الجناح لحضور الممثل الشخصي للسلطان قابوس نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أسعد بن طارق السعيد، سفير العماني في لبنان بدر بن محمد بن بدر المنذري، وعدد من الوزراء والشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية في لبنان. وقد قدم السعيد للرئيس الحريري هدية تذكارية للمناسبة. ورئيس الحريري كان أجرى سلسلة لقاءات في بيت الوسط تناولت شؤونا اقتصادية وتربوية.
التقى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتل على رأس وفد، وعرض معه الأوضاع العامة والمساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة للجيش اللبناني والقوى الأمنية. وكان الرئيس الحريري قد استقبل وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال عناية عز الدين التي عرضت لبعض الملفات العالقة في الوزارة والتي تحتاج إلى تفعيل، لا سيما في ظل استمرار حكومة تصريف الأعمال. الرئيس الحريري التقى متروبوليت بيروت وتوابعها للسريان الأرثوذكس المطران دانيال كوريي وعضو مجلس بلدية بيروت أنطوان جابرييل سرياني. كوريي أشار إلى أن البحث تناول شؤون البلد وكم يتألم الشعب وهو ينتظر بفارغ الصبر تشكيل هذه الحكومة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلد. وأضاف: تمنينا على الحريري كما نتمنى على كل السلطات والقيادات السياسية في لبنان النظر في موضوع طوائف الأقليات وعدم تهميشها، فهذا يلحق الغبن بست طوائف مسيحية مسمات ظلما أيضا بالأقليات. الحريري التقى أيضا نائب مدير منطقة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ثانوس أرافانيتيس ونائب مدير المكتب التنفيذي للدول العربية سامي جدع، وجرى عرض لعلاقة لبنان مع الصندوق. واستقبل الرئيس الحريري سفير لبنان في القاهرة علي الحلبي وزوده بالتوجيهات اللازمة. الرئيس الحريري كان قد التقى رئيس النادي الرياضي مازن طبار على رأس وفد من مجلس الإدارة بحضور السيد حسام زبيب، وقد أطلع الوفد الرئيس الحريري على نشاطات النادي ومشاركته في دورة دبي المقبلة لكرة السلة. أعرب رئيس الجمهورية ميشيل عون عن ألمه لغياب الأديبة والإعلامية مي منسة، وقال في تغريدة عبر تويتر: بغيابها خسر لبنان وجها مشرقا من وجوهه الفكرية والأدبية والإعلامية، وهي التي تميزت بالكلمة الهادفة والرأي الناقد السديد وبأسلوب وضعها في مصاف كبار أدبائنا ومفكرين وإعلاميين الحاضرين منهم والذين غابوا. قد قرر الرئيس عون منح مي منسة وسام الاستحقاق اللبناني تقديرا لعطاءاتها، وكلف وزير الثقافة غطس خوري تمثيله في مأتم تشييعها غدا الثلاثاء في كنيسة مرمرون الجميزي. وفد شبابي سعودي جال في صيدا، ونأبه الحريري أكدت دور المملكة في دعم لبنان واستقراره ونهوضه. زار وفد شبابي سعودي من برنامج التبادل المعرفي والثقافي مدينة صيدا، حيث كان في استقباله في خان الإفرنج رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائب بهية الحريري وفريق عمل شبابي من مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة. وبعد جولة على أرجاء الخان استمعوا خلالها إلى نبذة عن تاريخه، رحبت النائب الحريري بالوفد مشددة على أهمية دور الشباب العربي في متابعة مسيرة النهوض بأوطانهم. الشباب هم جزء من مجلس الوزراء الشبابي اللي كان لهم دور أساسي في عملية وضع برنامج الانتخاب، وأنا تبنيت البرنامج اللي أنا حقيه. رئيس مجلس إدارة البرنامج الدكتور شادي خواندنا شكر النائب الحريري على الاستضافة. مهتمين جدا في فهم النسيج الاجتماعي في لبنان في ظل كل التحديات والاختلافات اللي موجودة. البرنامج في مجمله يدعو إلى ثقافة التعايش والتسامح. وفي ختام الزيارة التقطت الصور التذكارية. جمعية إنقاذ الطفل في لبنان تقدم المساعدات في البقاع بعد الدراسات على المخيمات المتضررة من العاصفة. تقرير ريم تقي الدين. هؤلاء هم عينة صغيرة من آلاف الأطفال السوريين الذين شردتهم الحرب، فهربوا وسكنوا في مخيمات تكاد تخلو من أدنى مقومات العيش فيها. هذا المشهد المأساوي هو في أحد مخيمات البقاع، حيث تحتمي العائلات من البرد والشتاء داخل خيم مصنوعة من الخشب والشوادر الواقية من المياه. جمعية Save the Children وبدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين زارت المخيمات ووزعت الأحجار والأخشاب لرفع الخيام عن الأرض لحمايتها من السيول التي قد تجتاحها أثناء العواصف. نحن على مدار السنة بنعمل صيانة دورية للمخيمات من خشب وشوادر وبحث للأرضية، عم نوزع حصص بناء على تقييم عملناه خلال العاصفة. كنا على الأرض عملنا تقييم وتبين أن المخيمات متضرر من ناحية أنه الطوفان عم بيصير من الأرض من الماء، حصة لنعلي فيها الأرضية هي عبارة عن 16 لبنة مع 3 لواح بلايوود. هؤلاء 3 لواح بلايوود بنحطهم بأرض الخيمة قادرين يحملوا العيال بحال طافت الخيمة، وبنفس الوقت
قادرين يعني بيحملوا حراره، فين ينقلوا الصوب، يعني في ضلوا جوات المأوى تبعهم بشرط انه يكونوا حاميين العائله وحاميين الاطفال تبعهم. بشكل عام مفوضيه الامم بتوزع عده مساعدات ان كان من خلالها او خلال شركائها. خلال الازمه طبعا كان مختلف نوع المساعده بحسب شو كانت الحاجات، ولحد اليوم عم بيصير في تقييم للوضع بكل المخيمات. Save the Children مثلا هلا بهيدا المخيم مثل ما شفنا هن شركائنا. خطة الطوارئ بتنوضع وبتتعدل كل فترة، وكنا اخذين بعين الاعتبار انه حيكون في عاصفة، بما انه كل شتوية بتجي عواصف. قد يظن البعض ان حياة هؤلاء الاشخاص سهلة نظرا للمساعدات التي يحصلون عليها، الا ان المشهد على الارض مختلف تماما. ماشي الحال، بس عادي نتلو المخيم بينقط علينا من فوق وجاء الطوفان وهالعاصفة. بتحب هون؟ ليه؟ كان هون ما في دمار. هاي بحسها يعني الأزمة، بس مصبرين أولادي يعني أن يروح شوفهم. إيه بتمنى أشوف أمي كتير. عيلتي كلها معي. والله واحد يعني ما يرتاح لبلده، بس عاد شو بدنا نساوي، هذا أمر واقع وقاعدين. يعني بتمنى اليوم أو بكرة برجع. في عيون هؤلاء اللاجئين يمكن أن نرى عدم الاستقرار والخوف والحزن، ويتوج كل ذلك الحنين للعودة إلى أرضهم ووطنهم. مفوضية الأمم المتحدة بالتعاون مع عدد من الجمعيات تضع خططا لمساعدة اللاجئين السوريين في المخيمات الذين يعيشون دون خط الفقر لتمكينهم من العيش بكرامة. ريم تقي الدين، تلفزيون مستقبل. أطلق وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيير بوعاصي برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا كمساهمة أولية لتأمين فرص عمل للمواطن اللبناني. زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيير بوعاصي، ترافقه نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية أنيت ديكسون، مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في برج حمود، حيث اطلعا ميدانيا على الخدمات المقدمة ضمن برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا. بوعاصي أكد أن هذه المراكز أثبتت نجاحها في تأمين الخدمات الإنمائية للمواطن، وبات اليوم عددها 230 مركزا. بهالفترة هيدي الصعبة على المجتمع ممثل بالدولة أنه توقف حد الإنسان عم بمر بمرحلة صعبة وتسانده، تأمن له الخدمات الأساسية، وأهم شيء تساعده يطلع من الحالة اللي هو فيها. هيدا بالضبط بلخص معنى برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا. وأضاف بوعاصي أنه من خلال برنامج التخريج سيتم توفير فرص عمل للمواطن، وبالتالي تحديد احتياجات سوق العمل للمساهمة في القضاء على الفقر. استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق وفدا من الهيئة الوطنية اللبنانية لدعم القضية الفلسطينية برئاسة الدكتور نزيه خياط، وذلك لشكره على توقيع قرار إنشاء الهيئة. وبعد اللقاء صرح خياط أن البحث تناول المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية، وتأكيد أن البوصلة الوحيدة للخروج من المأزق العربي بتناقضاته المتعددة لا تكون إلا بالالتفاف حول القضية المركزية، وهي قضية فلسطين والقدس كعاصمة نهائية للدولة الفلسطينية الموعودة. وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي كتابا إلى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، دعاه فيه إلى إجراء التعاقبات اللازمة لتحقق من حصول هدر كبير وخطير في المال العام بموضوع تلزيم أدوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة. وتعليقا على كتاب جريصاتي، غرد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حصباني عبر حسابه على تويتر قائلا: الأمور الفاقعة حين يهدر وزير وقت القضاء بإخبار يرتكز على أرقام مغلوطة. الأجدى يتم التنسيق بين الجهات الضامنة في لجنة التنسيق التي نص عليها القانون، وليس التنسيق السياسي لاستخدام الإعلام المضلل وإضاعة وقت القضاء تكرارا. أخبار محلية متنوعة في هذه الصفحة من المتفرقات.
بتكليف من الرئيس سعد الحريري جالت عضو كتلة المستقبل النيابية ديما جمالي على المحال التجارية في محلة التل في طرابلس، واستمعت إلى التجار ومشاكلهم وحاجاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد. جمالي وعدت أصحاب المحال والتجار بالعمل سريعا لإيجاد الحلول والعمل على مشروع لإعادة الحركة الاقتصادية لطرابلس انطلاقا من محلة التل. تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف 13 سوريا في الصوير البقاعية بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة، وكشفت المديرية أن الشخص الذي يقوم بتهريبهم لبناني الجنسية وتم توقيفه وضبط حافلته. كما أوقفت دورية من قوى الأمن الداخلي في الهرمل اثنين من المشتبه بقيامهما في عمليات سرقة عدة جرت في مدينة الهرمل، وتم ضبط كميات من المسروقات والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة. وفي النبطي وبعد الاشتباه بالمواطن حاء ياء لسرقته مبلغ مالي جرى توقيفه وقد اعترف بما نسب إليه. عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب سمير الجسر وحضور عدد من النواب والشخصيات. بيان اللجنة أكد على متابعة درس مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون السير، واستمعت اللجنة إلى وجهات النظر والملاحظات من قطاعات عدة. عقد عدد من النواب اجتماعا مع شركة بولونية متخصصة بموضوع النفايات بالتعاون مع لجنة الصداقة اللبنانية البولونية البرلمانية. الشركة تحدثت عن العرض المقدم للبنان والتكنولوجيا الجديدة، وجرى عرض فيلم عن التقنية الجديدة لمعالجة النفايات. المجلس التنفيذي لنقابة مزارعي التبغ والتنباك في البقاع وبعد جولة له طالب بزيادة أسعار المحصول نظرا للغلاء المتصاعد والوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع كلفة الإنتاج، مشددا على ضرورة ضم مزارعي التبغ والتنباك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد المجلس على أهمية استمرارية الدعم لزراعة التبغ في لبنان واعتبارها زراعة حيوية وتساهم في تأمين الاستقرار الاجتماعي للمزارع. الملايين يرصدون قمر الذئب الدموي العملاق حول العالم، واللبنانيون تابعوا بداية الخسوف فقط. في أول حدث فلكي نادر لهذا العام رصد العالم ظاهرة خسوف قمر الذئب الدموي العملاق التي استمر لمدة ساعة، حيث اكتسى القمر بظل شديد الحمرة في السماء خلال مشهد الخسوف. وعلى الرغم من أنه خسوف كلي فلم يعتم القمر تماما، بل توهج بلون أحمر نحاسي أكسبه اسم القمر الدموي، ويطلق عليه قمر عملاق لأنه قمر كامل وشديد القرب من الأرض. ويحدث خسوف القمر عندما تمر الأرض بين الشمس والقمر لتتوارى الشمس خلف كوكبنا، ويتحرك القمر في ظل الأرض التي تعكسه الشمس. وبما أنه يظهر في شهر كانون الثاني حيث تعوي الذئاب جوعا خارج الكرة، فقد نال وصف القمر الذئب وفقا لدورية فارمرز ألماناك. قمر الذئب الدموي العملاق ظهر فوق مونتيفيديو عاصمة الأوروغواي ساعات الفجر الأولى، وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإنه أمكن مشاهدة الخسوف الكلي للقمر في سماء الأمريكيتين وأجزاء من غرب أوروبا بما في ذلك بريطانيا وشمال أفريقيا. كما شوهد القمر العملاق في بلدان عربية عدة، لكن لبنان شهد فقط على بداية الخسوف ولفترة قصيرة. وأحوال الطقس مع لارا. بونسوار. طقس متقلب رجع يسيطر على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أكثر نعرفها بعد جولة سريعة على بعض العواصم العربية، ورح أبدأ من الرباط مع 16 درجة، تونس 13، 11 درجة بالجزائر، بغداد 14، دمشق 14 درجة، القدس 14، 16 بعمان، أبو ظبي 22 درجة، الدوحة 23، مسقط 23 درجة، وبختم مع الرياض مع 25 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة، طقسنا بين غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، ضباب على المرتفعات، تساقط لأمطار متفرقة، وكمان تساقط لثلوج خفيفة ابتداء من علو 1300 متر وما فوق.
لبكرة على الساحل الحرارة عم تتراوح بين 8 و 19 درجة، بالجبل عم توصل أقصاها ل 13، وبالداخل بتتراوح كمان بين 4 و 13 درجة. تفاصيل أكثر بنروح على الخريطة اللبنانية، ورح أبدأ من المناطق الشمالية. عكار 15 درجة، طرابلس بتسجل 17، 14 بالكورة، درجة واحدة بالأرز. من الأرز بنتقل على الهرمل مع 13 درجة، 11 بالقاع، بعلبك 9 درجات، 8 درجات بيرية. بنتقل على ميروبا مع درجتين، 16 بجبال، 17 بجونية وبعبدا. بيروت 17 درجة، إذا لبكرة عنا طقس متقلب من غائم جزئيا إلى غائم، زحل 12، 11 بشتورة، 12 بعنجر، 19 درجة بمشغرة، إذا بكرة عنا انخفاض بدرجة الحرارة. رشية 11، 18 درجة بجزين، مرجعيون، وكمان ببنت جبال. من بنت جبال بنتقل على بيت الدين مع 12 درجة، والمناطق الجنوبية صيدا، صور، وقانف عم توصل حرارة فيهم أقصاها ل 19 درجة. إذا بكرة رح نشهد أمطار خفيفة وثلوج كمان ابتداء من علو 1300 متر، مع حرارة عم تتراوح بين ال 11 وال 17، ارتفاع بسيط جدا لنهار الأربعاء لتوصل ل 18 أقصاها و 14 أدناها. الخميس كمان ارتفاع إضافي لتتراوح بين ال 14 وال 21 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين الدرجتين تحت الصفر والدرجة واحدة. لهون بتخلص النشرة الجوية، وأنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت. وهذه فقرة رسوم متحررة. الكاميرا هي وقت اللي بيقولوا صمام الامان، صمام الامان يعني انه شو القصد بصمام الامان؟ حبيبي صمام الامان يعني هذا اللي بيعمل امان. والله ايه طبعا، يعني كيف جره الغاز لها مثلا ساعه، ايه هيدا صمام الامان مشان ما تفقع. اه والله ايه. طب كيف الدفايه مثلا بيعملوا لها صمام امان؟ ايه هيدي اذا وقعت تطفي. مزبوط، هيدا صمام امان يعني مشان ما يصير كوارث. طب ليك بدي اسالك، اذا صمام الامان تبع البلد خربان شو بيصير؟ بيكون في صمام بس ما في امان. والله قول لي يا زلمي انا هيك. لك عودي فوق، ليه عندهم هالقد صمامات امان للبلد؟ يا خي عندهم مشكله الى زمان وما بيعرفوا يحلوها كل الوقت. شي عندهم تنفيس من كذا محل، كل المحلات فيها تنفيس، عشان هيك صمامات الامان ما عم يمشي حالها، يركبون ساعات. ختاما هذا تذكير بالعناوين. استئناف مشاورات تشكيل الحكومه، الحريري يستقبل باسيل، وحديث عن افكار عده قابله للنقاش. فورا تحسنت أسعار اليورو بونز بالأسواق، هي موجودة بلندن. وجرعة دعم تتلقاها سوق سندات الحكومة اللبنانية. غارات هي الأعنف على فيلق القدس في سوريا، وإسرائيل تعلن الدخول في مواجهة مفتوحة مع إيران. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.